وتسيب مصر في اسرع وقت ممكن. اهرب ايه يا اخي؟ اهرب فين تاني؟ لحد ما يظهروا براءتك. اطمن، انا وكريم رتبنا كل شيء وفي اسرع وقت. احنا مش هنسيبك يا ادم، هنفضل معاك لغايه ما نثبت براءتك. كتر خيركم، انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، وانا برضه عملت اللي عليا وزياده. واضح ان ربنا ليه حكمه في كده. لسه في امل يا ادم، لسه في دليل ممكن يثبت براءتك. انا مش عايزه عمري اشوفك ضعيف كده. ومش معنى ان هما ما اعترفوش بالدليل لحد دلوقتي يبقى نسكت ونسلم، وهو ده اللي انا جايه لك علشانه النهارده. يا ادم، احنا مش هنفضل ساكتين ومستنينهم لحد ما يجوا يحققوا معاك. وهنعمل ايه يا علي؟ احنا مش جهه التحقيق عشان نثبت براءته. بايدينا نظهر براءته للراي العام ونحرجهم ونبين استهتارهم وفسادهم. ازاي؟ هنعمل صفحه للتضامن مع ادم على النت، ونسجل معاه حوار يحكي فيه الحقيقه، ونقول ان هم عندهم فيديو ومش عايزين يعترفوا بيه. طب فريدي انكروا ولا تخلصوا من الفيديو ده بالعند فينا؟ طبعا ده ممكن يحصل، بس على الاقل هنضمن ان هم مش هيقدروا يخرجوه بره مصر، لان ببساطه كل العيون هتبقى عليه، ويتحكم في وسطنا في بلده بدل ما يتاخد مننا، ويعلم ساعتها ايه اللي ممكن يحصل فيه. هي فكره كويسه، وسيلة ضغط ممكن تجيب نتيجة مفيدة جدا. على الأقل هتنشر الحقيقة وتخلي الناس يبصوا للموضوع بنظرة تانية خالص. كلام معقول جدا، أنت رأيك إيه يا آدم؟ ضحكتني والله. رأيي؟ على أساس إن رأيي يعني هيتاخد بيه؟ أنا عمري ما حد خد برأيي. على فكرة أنا كل يوم بقول رأيي. بس عادي، زي ما قلتوش بالظبط. اشمعنى بقى هيتصدق دلوقتي؟ يا ابني بطل تشاؤم، نفكر يمكن نوصل لحل، ولا انت عايزنا نفضل قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا؟ يا ادم، زمان كانوا مسيطرين على الاعلام، انما دلوقتي في نت وفي مليون الف طريقه تقدر تعبر فيهم عن رايك بكل صراحه وحريه. الموضوع مش ان انا اقول رايي وخلاص، الموضوع ان رايي يتاخد بيه. مش مهم ياخدوا بيه، انت مش قلت لي قبل كده فين بلدي مش واقفه جنبي ليه؟ بلدك مش حكومه وفساد بس، في ناس كمان. لو الحكومة مش هتقف جنبك ممكن الناس تقف معاك يا أخي. أنا مش عارف أفكر، اللي انتوا هتقولوه هعمله. قول يا آدم، قول كل اللي جواك. اسمي آدم أمين عبد الحي، مواطن عادي وأقل من العادي. أكبر حلم عندي إني أعيش مستور، وكل ذنبي إني أنقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. أنا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي أو يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت أو مراتك أو أختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف مبقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الإيقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. انت اكتر واحده متاكده من براءة ادم وعايزه تساعديه، مش كده؟ اساعده؟ ده انا لو اطول في دي بعمري كله مش هتاخر لحظه. يا للدرجه دي؟ هو فداني بعمره كله وضيع حياته عشان يقف جنبي في لحظه. غريبه قوي، انا كنت فاكر ان انا لوحدي. مش مصدق ان لسه في ناس في الزمن ده بتفكر بالطريقه دي. ادم يوم ما فكرش اتصرف باحساسه، انت عارف؟ ده يمكن لو كان فكر
كان مشي وسابني. ما اصل المشكله ان احنا بقينا بنفكر اكتر ما بنحس، ويمكن هو ده اللي خلانا بقينا شايفين بعض بس ما بنوقفش جنب بعض. بالاسم متجمعين بس الحقيقه اننا متفرقين. طمنتيني. اتفضلي. ايه ده؟ فيديو دليل براءه ادم. بجد؟ ايوه، انا خدت نسخه من الحرز اللي في امن الدوله وقلت اجيبها لك. بس ده مش خطر عليك؟ طبعا خطر جدا. على فكره هم وقفوني عن العمل، متهمني ان انا هربت ادم. بصراحه انا فعلا اللي هربته. انت بتعمل كده ليه؟ لاني انسان، انسان قبل ما اكون ظابط، انسان شايف قدامه واحد بريء عمال بيتعرض لظلم وقهر حتى في وجود دليل براءته. انت فكرت كويس قبل ما تعمل كده؟ فكرت وقررت بعد تفكير كتير على فكرة. واللي شجعني ان انا اخد قراري ان انا شفت الفيديو ده وقبضت على الراجل اللي سرق الامريكاني واتاكدت اني صح. ساعتها كرهت السكوت، سكوت على الظلم والقهر والعذاب والمهانة. للأسف أنا كنت بضطر أسكت عشان دي أوامر وهي دي شغلتي. بس من النهاردة يا نانسي أنا مش هسكت تاني أبدا. أنت بجد اللي زيك وزي آدم هم اللي بيدوني أمل في بكرة. المهم دلوقتي الفيديو أنا عايزك تنشريه على كل الناس، أنا عايز مصر كلها تشوفه. معرفش إزاي نانسي، آدم دلوقتي ما فاضلوش غير الناس، هما اللي بس في وقت الشدة يقدروا يدافعوا عنه ويحموه. خلاص يا جماعه انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الظابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الظابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءه صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حتى تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا هعمله. بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي أقل حاجة ممكن أقدمها له، مش كده؟ يعني الضابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر إن أنا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقول لك إيه يا نانسي؟ انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. اه انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبقى فاهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. Thank you.
صدقتوني صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءة. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك الف مبروك. ان شاء الله استاذ ادم يرجع لنا بألف سلامة ان شاء الله.